السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من مطبخ يسرى. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مائدة ديال غداء او عشاء بوصفات متنوعة سهلة اقتصادية ولذيذة بزاف، فخليكم معايا باش تكتشفوا هاد الوصفات، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستفدوا معايا فيه. ويلا نبداو. بسم الله. فاول شيء غادي نحضر وهو غادي نشرمل السردين. فعندي هنا تقريبا بين 500 حتى 750 غرام ديال السردين، وطبعا الكميه كتبقى على حساب عدد الاشخاص. فتنكونوا غسلينه من قبل، كنحيدوا له داك السرسور الدخلاني وكنضفوه مزيان. فانا هنايا عندي السردين كبير، فغادي نقسمه الى نصفين بشكل طولي باش كنحصلوا على واحد لي فيلي ديال السردين على هذا الشكل هذا. طبعا نتوما الا كان عندكم السردين صغير فكتخليوه كما هو. بالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاجو، عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم غير غاس معلقه صغيره، شويه سكينجبير، الملحه، الكمون تيكون تقريبا هو اللي تيكون بزايد، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، شويه ديال السودانيه. المهم التوابل كتبقى على حسب الذوق ديالكم، ممكن ديروا توابل ديال الحوت او اللي بغيتو. عندي هنايا تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال القزبر مقطع. عندي تقريبا نحتاج واحد 2 حتى 3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، واحد الحامضه او ليمونه حامضه متوسطه اللي عصرتها، ممكن تعوضوها بالخل بالنكهه ديال الحامض او بالخل الابيض. عندي تقريبا واحد 5 حتى 6 ديال الفصوص ديال الثوم. وغادي نحتاج لواحد المعلقه صغيره ديال الزعتر الجاف او الطري باش كنسمو هاد الشرموله ديالنا، وهو اختياري، ممكن ديروه ممكن ما ديروهش. فنمروا الان الطريقه ديال التحضير. بسم الله. ففي واحد الاناء دوك الثوم 5 أو 6 ديال الفصوص ديال الثوم راني فرمتهم، غادي نضيف عليهم التوابل الملحه، البزار، السكينجبير، الكمون، التحميره، شويه الخرقوم والسودانيه. نضيف كذلك 3 ديال المعالق كبار ديال القزبر، العصير ديال الليمون الحامض اللي ممكن تعوضوه بالخل الابيض او الخل بالنكهه الحامض، وتقريبا واحد 2 حتى 3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، ممكن تعوضوها بزيت نباتيه كذلك. غادي نخلط هاد المكونات مع بعض. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر الجاف، وكي قلت لكم في الاول فهو اختياري، لكن تزيد ينسم لينا داك يعني الشرموله ديالنا والحوت ديالنا كيجي بنين اكثر. غادي نخفف هاد الشرموله ديالي غير تقريبا بواحد 2 حتى 3 ديال المعالق كبار ديال الماء. صافي هنايا كتكون الشرموله ديالنا راه جاهزه. غادي ناخذ منها تقريبا واحد 2 حتى 3 ديال المعالق كبار ديال الشرموله، غادي نخليها جانبا باش غادي نحضر منها واحد الطاجين ديال البطاطا مشرمله بمطيشه. وصافي غادي نبدا كنشرمل دوك الفيلي ديال السردين ديالنا بهذه الطريقه هذه. صافي في الاخير من بعد ما شرملت دوك السردين ديالنا، غادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي او كديروه في شي علبه وندخلوه للثلاجه، يعني باش كيشرب لينا ديك الشرموله مزيان. وفي هذه الاثناء غادي نمروا باش نحضروا الطاجين ديال البطاطا مشرمله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في تحضير هذا الطاجين هذا، فهي مكونات بسيطه. انا عندي هنا تقريبا واحد 2 حتى 3 ديال الحبات ديال البطاطس اللي قطعتها على شكل دوائر، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. سلقتها غير تقريبا نص سلقه في ماء فيه شويه ديال الملحه، ومن بعد ما تسلقات كنزولوها وكنديروها في ماء بارد باش هكايا ما كتكملش الطياب ديالها. عندي هنايا واحد الحبه ديال الطماطم اللي حكيتها مع ملعقه طعام من مركز الطماطم. عندي هنا ديك الشرموله اللي كنا احتفظنا بها في الاول، اللي كنا شرملنا بها السمك ديال السردين. وغادي نحتاجو زيت الزيتون. فبسم الله في الانيه ديال الطاجين، وممكن كذلك تحضروها في طنجره او في مقلاه، المهم اللي بغيتو. درت ديك الطماطم مع ملعقه طعام من مركز الطماطم، غادي نضيف له ديك الشرموله اللي احتفظنا بها في الاول. كندمج مزيان ديك الشرموله مع الطماطم ديالنا، غادي نخففها غير بشويه ديال الماء حيت بقى لي داك مركز الطماطم يعني عاقد او شاد. صافي وغادي نغطي الطاجين ديالي ونخليه حتى يعني كتشحر لينا ديك الطماطم مع الشرموله وكطيب. صافي هنايا بعد ما تشحرت لي ديك الطماطم مع الشرموله، فهاد الطاجين هذا ما كياخدش وقت يعني كتير في الطهي، خصوصا اننا البطاطس راه حنا سلقناها نص سلقه، فغير كنشحروا الطماطم كنضيفوا لها البطاطس تقريبا واحد 15 دقيقه 20 دقيقه بالاكثر كيكون هذا الطاجين واجد. ممكن تكتفيوا فقط ديروه غير بوحدو كوجبه مع بعض السلطات. المهم انا هنايا رافقته مع السمك اللي غادي نقليوه من بعد. صافي من بعد ضفت دوك الدوائر ديال البطاطس،
كندمجها مزيان مع هذيك الصلصه ديال الطماطم بالشرموله، وغادي نبدا غير كنقاد دوك الدوائر ديال البطاطس ديالنا باش يعني كيجينا الشكل مزيان في الطاجين. غادي نضيف له تقريبا واحد نص كاس ديال الماء هكا غير شويه. دائما من كنضيفوا الماء للطاجين كنضيفوا ماء دافي او ماء ساخن، يعني ما نضيفوش الماء بارد والطاجين سخون فراه يقدر انه يتطرطق او يتشق. صافي، وفي الاخير غادي نضيف واحد الورقه ديال سيدنا موسى باش كتنسم لينا ديك الصلصه ديالنا، واخا فيها الزعتر المهم كتزيد تبننها اكثر. صافي، وغادي نخلي الطاجين على نار تكون مهيله حتى يعني كنحلو عليه نشوفوا البطاطس واش كملت الطياب ديالها، وديك الساعه تيكون واجد. ففي هذه الاثناء غادي نمروا باش نحضروا السلطات ديالنا. فدرت يعني سلطات مغربيه سهله، يعني ماشي شي حاجه. عندي سلطه ديال البربه تنكونوا سلقينها، من بعد ما سلقتها زولت لها القشره قطعتها الى مربعات. كذلك عندي واحد البصله صغيره حتى هي قطعتها الى مربعات صغيره. عندي سلطه ديال الخيار والخس ومطيشه والبصله اللي قطعت الكل الى مربعات صغيره. غنحتاجوا باش نتبلوهم شويه ديال زيت نباتيه، ممكن تعوضوها بزيت الزيتون، الخل او الحامض او الخل بالنكهه ديال الحامض، شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. فبالنسبه للسلطه ديال البربه فراني ضفت لها واحد الملعقه طعام ديال المعدنوس. غادي نتبلها بشويه ديال البزار شويه ديال الملح، وطبعا باقي المكونات واحد الملعقه صغيره او ملعقه طعام ديال الزيت في كلا السلطتين. وفي الاخير كنضيفوا الخل او الخل ابيض او الخل بالنكهه ديال الحامض. صافي، وكنخلطوا الكل مع بعض، وطبعا في الاخير فرحنا كنتذوقوا. لكن ناقصها شي حاجه الملحه او البزار ولا شي حاجه فرحنا كنتذوقوا، وديك الساعه كنضيفوها. دائما السلطات كنديروا لهم التوابل ديالهم يعني في الاخير باش ما كيطلقوناش الماء، خصوصا السلطات ديال الخيار والخس ومطيشه، يعني كنديروا لها التتبيله ديالها هي الاخيره. صافي، انا السلطات ديالي راهم واجدين، نخليهم جانبا ونمروا باش نحضروا الخلطه فين غادي نقليو السردين ديالنا. بالنسبه للخلطه فين غادي نقليو ندوزو السردين ديالنا، عندي هنايا واحد الكاس ديال الدقيق ما يعادل تقريبا واحد 100 غرام، عندي بيضه، ماء بارد يعني باش كنخلطوا هذا الخليط ديالنا، نصف ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه او البيكن باودر، نسمو هذا الخليط هذا بشويه ديال الزعتر شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود او الابزار. ففي واحد الاناء غادي ندير الدقيق، قلت لكم كاس ديال الدقيق ما يعادل 100 غرام، شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، يعني باش حتى هذه الخلطه هذه كتنسم لينا فتيجينا بحال يعني بيني ديال السردين. بما اننا الشرموله اللي شرملنا فيها السردين فيها الزعتر، فحتى يعني في داك في هذه الخلطه هذه ضفت شويه ديال الزعتر، ضفت كذلك البيضه ونصف ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه او البيكن باودر. غادي نخلط هذه المكونات مع بعض، وغادي نبدا كنضيف الماء البارد شويه بشويه، هي مروبيني يعني حتى كنحصلوا على واحد الخليط تيكون منسجم. فيعني تقريبا الماء نكون درت واحد نص كاس ديال الماء هكاك او اكثر، المهم على حساب الجوده ديال الدقيق. المهم في الاخير كنحصلوا على خليط على هذا الشكل هذا، ما تيكونش ثقيل وما تيكونش خفيف كاع. غادي غير نضيف واحد شويه ديال التحميره او البابريكا يعني باش تعطينا شي شويه ديال اللون. صافي، وهنا تيكون الخليط ديالنا راه جاهز. فمباشره غادي نبدا كندوز دوك الفيلي ديال السردين ديالنا في ديك الخلطه، وكنديرهم في المقلاه اللي راني درت فيها واحد الكميه ديال الزيت، خليتها كتسخن مزيان. من بعد يعني نقصت من درجه ديال الحراره حطيتها المتوسطه، وكنبدا كندوز ومباشره كنقلي. فصدقوني هاد الطريقه ديال السردين هذه كتجي بنينه ومغايره على الطعم ديال السردين اللي كنكونوا يعني متعودين عليه او مولفينه. صافي، وكنبدا كنقلب السردين ديالنا الى الجهتان يعني حتى كيتحمر لينا وكيطيب. ديك الساعه كنزولوه كنديروه في واحد الاناء تنفرشوا له ورق النشاف باش يعني كيمتص لينا الزيت الزائده. غادي هانتوما راه طابت ليا هذه، غادي نحاول غير نوري لكم كيفاش كتجي. فراه تيجي مقرمش من برا وطري من الداخل وكيجي لذيذ بزاف. صافي، انا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل القلي ديال دوك الفيلي ديال السردين ديالنا كامل. وهكا كتكون الوجبه ديالنا ديال الغداء او عشاء راه جاهزه
السردين بيني او بيني السردين، طاجين ديال البطاطا بمطيشه مشرمله تهو راه وجد، السلطات ديالنا السلطه ديال البربه والخيار والخس ومطيشه. وكانوا هادو هما الوصفات ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا فيه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله ديالكم، كذلك تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. لاي استفسار او اقتراح انا رهن اشارتكم، خليهم لي في التعليقات، وما تنسونيش مصالح الدعاء ديالكم والتشجيع ديالكم. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم.